إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون حفظه الله، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أعضاء الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين بالعاصمة الجزائر يومي 29-30 يناير 2023. نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات الشكر والعرفان لاستضافة أعمال المؤتمر 17 للاتحاد والاجتماعات المصاحبة الأخرى في بلدكم الكريم وما شملتمونا به من حفاوة استقبال وجميل الرعاية، الأمر الذي يؤكد اهتمام فخامتكم الكبير بالدعم التضامن الإسلامي وقضايا العادلة في الظروف الحالية. وقد كان لذلك أطيب أثر في إنجاح أعمال هذه الدورة وما توصلت إليه من نتائج مهمة. وإذ نتوجه إلى الله العلي القدير بالدعوات الصادقة أن يصبغ على فخامتكم موفور الصحة والعافية، نرجو للشعب الجزائري الشقيق دوام الازدهار وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة. دمتم ودام التوفيق حليفكم.